من جانبه قال اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بوسورتس إن إعلان بيونغ يانغ اقترابها من إتمام تجارب تخصيب اليورانيوم مثلا للقلق، حيث يمكن أن تعطيها هذه الخطوة مسارا لصنع أسلحة نووية دون تشغيل مفاعلات ذرية. وعقب محادثات مع المسؤولين الصينيين في بكين، أضاف أنه سيذهب إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات هناك بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية ثم يتولى طوكيو، لكنه أكد أنه ليست لديه خطط للقاء مسؤولين من كوريا الشمالية.